اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وحيث تشرفت الأسماع بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب، تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه، ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه، فليقابل السامع ما أمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية، فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية، فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر، ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر، فإن العناية الأزلية طبعته على أخلاق سنية وأقامته في صورة حسنة بدرية، فلقد كان صلى الله عليه وآله وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة، واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرة، وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه، والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه. لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه، قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة، إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر، ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الإتيان بمثله مصاقع البلغاء من البشر، تتنزل العيون في حدائق محاسن جماله، فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله. سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفاء، ما سوى خلقه النسيم ولا غير، رحمة كله ما سوى خلقه النسيم ولا غير، محياه الروضة الغناء، رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء، معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء، وإذا مشى فكأنما ينحط من صباب فيفوت سريع المشي من غير خباب، فهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح،
والبدر الدم الذي يأخذ الأباب إذا تخيلته أوسناه لها لا حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين كملت محاسنه فلو أهدى السناء للبدر عند تمامه لم يخسفي وعلى تفنن واصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي فما جل قدره العظيم وأوسع فضله العميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نصر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها غادت على نجم سهاب عنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام بارك semuanya السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن به التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
Amin. أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا أن يجعل سعينا فيه مشكورا وفعلنا فيه محمودا وأن يكتب أعمالنا في الأعمال المقبولة وتوجهنا من في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار.
واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.